قصة اليوم للمسافرين اليمنيين مع شركة بلقيس ورحلتها من مطار القاهرة. ففي الوقت الذي كان المسافرون في طريقهم إلى عدن ونتيجة لخلل في الطائرة قرر إلغاء الرحلة، عاد المسافرون إلى مقر إقامة بالقاهرة على أن يتم الإقلاع في اليوم التالي. وقبيل ساعات من الإقلاع في اليوم الثاني أنزلوا منها مرة أخرى لعدم وجود ترخيص من التحالف بالسفر. في اليوم الثالث والذي كان مقررا في أن تقلع الطائرة عند 11 صباحا، تأخر الإقلاع إلى 6 مساء. وبعد يوم شاق وصل المسافرون مطار عدن، لكنهم تفاجأوا بعدم وجود أمتعة سفرهم. وهذه المشكلة تتكرر كثيرا مع المسافرين اليمنيين في معظم شركات الطيران. في المقطع المتداول يظهر المسافرون في مطار عدن الدولي وهم يشكون تأخر موعد رحلتهم من قبل طيران بلقيس. نتابع. يا أخي ما وصلن، ما وصلن، ما وصلن. مشعوبة نصين. التفاعلات والتعليقات على منصات التواصل الاجتماعي حول حادثة تأخر اليمنيين في مطار القاهرة كثيرة. نوران تكتب على الموضوع تقول: طيران الملكة بلقيس من أمس كان المفترض أن رحلة عدن القاهرة الساعة 8:15 الوصول لمطار القاهرة، ولكن صار شيء غير متوقع، لم تقلع الطائرة من أمس الساعة 4:30 العصر لحد الآن الساعة 12 الليل، ويقال أنها ستقلع اليوم الساعة 3 فجرا. 170 راكب ومسافر، منهم المريض ومنهم الزائر ومنهم المهاجر، لم يستطيعوا الذهاب. من المتسبب؟ هل طيران اليمنية كما يقال؟ هل طيران بلقيس لعدم مسؤوليتهم أم عدم تصريح التحالف لهم بالإقلاع؟ من المسؤول عن بهدلة المسافرين وعدم الاهتمام بهم؟ فيصل القاضي يقول أيضا: لا عذر لهم مهما كان، فالسبب كان عليهم المفروض أن يتأكدوا من الموعد جيدا، لكن الاستهتار واللامبالاة وعدم الاكتراث بما يعانيها المسافر من مشاكل صحية ومادية قاموا بهذا العمل اللا أخلاقي واللا إنساني. تعويض الركاب عن الفترات التي عرقلوا فيها وتم تأخيرهم واجب قانونا، فنادق ومصاريف ومواصلات وغيرها. عمار أيضا يكتب: يجب نشر توضيح بذلك وتعويض الركاب مالا، فإنه على جميع الركاب تقديم دعوى قضائية ضد شركة طيران بلقيس. يجب أن يفعل القانون في كل شيء، ويجب أن يتعلم المواطن بأن القضاء ليس فقط للقضايا الكبيرة أو التجارية أو الجنائية فقط، بل القضاء والقانون يحفظ حقوق المواطن من حق الدم إلى الحق في أن يتعامل الموظف باحترام وابتسامة في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص مع المواطن.